خمس أبراج هجومية، احذر من تكون. عندما يتعلق الأمر بعلامات الأبراج التي تتصرف بشكل سيء، لا يمكننا الاعتماد فقط على المشتبه بهم المعتادين. الأمر لا يتعلق فقط بأن يكونوا لئيمين جدا أو يتعثروا بسهولة. بدلا من ذلك، يجب أن ننتبه إلى الأبراج التي تتسم بالاندفاع وعدم الاهتمام بالعواقب. ودعونا نكون صادقين، هذه الأبراج الهجومية لا تجيد قبول النقد أيضا، ويبدو أن هذا يدل على علامة ضعف كامنة داخلهم. بالإضافة إلى ذلك، حاول سلبهم أحد حقوقهم غير القابلة للتصرف حتى لو كان شيئا صغيرا، وسيهاجمونك بكل قبضاتهم المشتعلة. لذلك دون مزيد من الإطالة واللغط، دعونا نتعرف في هذا الفيديو الجديد من قناتكم قناة ريوش تي في على الأبراج الخمس الهجومية في عالم الفلك والتنجيم. هيا بنا. قبل المواصلة، لا تنسى الضغط على زر الشكر أسفل الفيديو لتقديم الدعم المالي من أجل مساعدتنا على الاستمرار في نشر المحتوى الهادف والمفيد والممتع لك. كذلك يمكنك دعم القناة عن طريق الضغط على زر الانتساب والاشتراك بإحدى خطط العضويات التي توفر لك الكثير من الميزات والهدايا الخاصة بك أنت. البرج الأول على قائمة الأبراج الخمس الهجومية، برج الثور. يحظى مولود هذا البرج العظيم الذي يرمز إليه الثور المهيب بالاحترام. إن وجوده المخيف يمكن أن يجعل حتى أشجع النفوس ترتجف من الخوف. غالبا ما يتم التقليل من قوة الثور الهائلة، ولا يفهم الناس تماما مدى قوته حتى يتم دفعهم إلى مخاض المواجهة مع هذا المخلوق الشرس. للأسف يميل برج الثور إلى استخدام تكتيكات مسيئة للحصول على ما يريد. ومما يزيد الطين بلة أنه من المعروف أن الثور كذاب معتاد. عند مواجهة سلوكه المؤذي، فهو يرد بإلقاء اللوم على الطرف الآخر بدلا من ذلك. إن الطبيعة الثابتة للثور تجعل من المستحيل عمليا عليه قبول الآراء التي تختلف عن آرائه، وبالتالي فهذه المواليد تتفاعل بعداء عندما يتم نصحها أو تقديم اقتراحات لتحسين حياتها. الثور ليس وقحا بالمعنى التقليدي، لكنه يمتلك طابعا مرعبا للغاية. يواجه الناس صعوبة في مواجهته، لأنهم لا يدركون مدى قسوته إلا حين يجدون أنفسهم في موقف يضطرون فيه لمواجهته. أحد الأشياء التي تجعل الثور مهينا بشكل خاص هو أنه يميل إلى الكذب حول مدى وقاحته الحقيقية. عندما تنتقده بسبب سلوكه الوقح وغير المبرر، فإنه يلقي باللوم عليك لأنك جعلته يتصرف بهذه الطريقة. قد لا يكون الأمر سيئاً لو أقر بوقاحته، لكنه لا يفعل ذلك، مما يجعل الأمر أسوأ بكثير. يعرف الثور بأنه برج ترابي، مما يعني أن لديه أسلوب فكاهة يمكن أن يكون غير لائق بل وهجومي. مواليده من الأشخاص الذين سيروجون للنكات الوقحة في حفل العشاء، وهذا ليس محادثة مناسبة للعشاء، لكن الثور لا يهتم بهذا. إنهم يرون أنها مضحكة، وهذا هو المهم بالنسبة لهم. بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن الثور عنيد وغير مرن، فمواليده لن يغيروا آراءهم بغض النظر عما تقوله لهم. وهذا النوع من عدم الاستعداد للنظر في تغيير آرائهم يعتبر مهينا وعدائيا بالنسبة لبعض الناس. البرج الثاني على قائمة الأبراج الهجومية، برج الجوزاء. يا فتى، دعني أخبرك عن الجوزاء. هذا البرج أكثر هجوما مما تتوقع. إذا تجرأت على تخطيه أو الوقوف في طريقه،
فسوف يعود إليك بشراسة الدب الأم التي تحمي صغارها، وهو لا يخشى التباهي بألوانه الحقيقية. لقد اشتهر بكونه ولدا سيئا بعض الشيء، وهو يرتقي تماما إلى مستوى ذلك. ضع في اعتبارك أنه ليس وكأنه يحاول أن يكون أحمقا عن قصد، لكنه للأسف صادق بشكل مؤلم ولا يهتم حقا بما يعتقده الناس عنه. يمكن أن يجعل ذلك الآخرين يشعرون بالقلق الشديد عند التعامل معه، ومن يستطيع إلقاء اللوم عليه؟ الجوزاء يكون هجوميا للغاية لأنه ببساطة متنمر بطبعه. إذا لم ترى الأمور بنفس طريقته أو حاولت مواجهته، فتوقع أن يرد عليك بعدوانية. إحدى الأشياء التي تجعل الجوزاء واحدا من أكثر الأبراج وقاحة وهجومية هي أنه يمكن أن يكون لطيفا تماما أمامك ثم يظهر لك وجهه الحقيقي بعد ذلك. الناس لا يسمونه ثنائي الوجه عن عبث، إنه بالتأكيد يمثل تلك الشخصية الهجومية التي يشتهر بها. البرج الثالث على قائمة الأبراج الهجومية، برج السرطان. دائما ما يكون السرطان المثير للمشاكل سيء السمعة في موقع دفاعي، ويأخذ الأمور على محمل شخصي، ويرى أي شيء صغير على أنه شيء بسيط ضده. إنه مستعد دائما للمعركة، حيث يقوم بإلقاء الإهانات يسارا ويمينا دون حتى أن يرف له جفن. لكن لا تنخدع بمظهره الخارجي الناعم، يعرف برج السرطان كيفية لعب اللعبة، ويختار الاختباء خلف واجهة ودية بينما يطلق العنان لوابل من الملاحظات اللاذعة التي ستجعلك تشعر وكأنك تعرضت لصدمة من قطار شحن. في بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة متى يكون السرطان في وضع الهجوم، ولكن بمجرد أن تكون في مرمى نيرانه استعد للتأثير. إذا كان السرطان يتألم، فإنه سيرغب في أن يرى جميع من حوله متألمين أيضا. ونعم، في بعض الأحيان قد يقول لك أشياء قاسية. يكتم السرطان غضبه ثم يعبر عنه بشكل سلبي انتقامي، لذا قد لا تكون على دراية بما يحدث في داخله. برج آخر على قائمة الأبراج الخمس الهجومية، برج الجدي. يشتهر الجدي بمهارته القيادية وشعوره القوي بالسيطرة. لسوء الحظ قد يؤدي ذلك أحيانا إلى كون مواليده متسلطين بعض الشيء وواثقين جدا في قدراتهم. قد يظهرون على أنهم وقحون أو متعجرفون بسبب غرورهم المتضخم، مما قد يجعلهم ينظرون إلى الآخرين بازدراء. إذا خدع شخص ما برج الجدي أو كذب عليه، فمن المحتمل أن يتعرض لعقوبات قاسية، لأن هذه العلامة الفلكية لا تتعامل بلطف مع الخيانة، في حين أنهم قد يبدون غير متسامحين وغير مهتمين بآراء الآخرين، إلا أن برج الجدي يمتلك في الواقع ثروة من الذكاء والمهارات. مواليده لا يخشون مواجهة المواقف الصعبة وجها لوجه، ولن يتوقفوا عند أي شيء لتحقيق ما يريدون. على الرغم من المظهر الخارجي القاسي نوعا ما، يمكن أن يفاجئك برج الجدي بطرقه الذكية والماكرة. الجدي يتصف بمهارات هجومية نتيجة لثقته الزائدة بنفسه. يمكن أن ينتفخ غروره إلى حد أنه لا يستطيع إلا أن ينظر بانزعاج إلى الآخرين من حوله. حتى عندما لا يحاول بنشاط أن يكون وقحا، يمكن أن يظهر بتصرفات استفزازية بشكل لا يصدق. يعتبر الجدي شخصا متسلطا ومسيطرا للغاية. عندما يتبنى تلك النفسية يتحول إلى شخص مغرور ومغمور بنفسه. قد تحاول إرغامه على التوقف عن ذلك، لكن توقع أن تتعامل مع جدي وقح جدا يواجه جهودك. البرج الأخير على قائمة الأبراج الخمس الهجومية، برج الدلو.
إنه برج الدلو. هذا البرج يتمتع بلسان أكثر حدة من سيف الساموراي، وشخصية ليست مغلفة بالسكر بالتأكيد، حتى أن البعض قد يصفها بأنها مسيئة وعدوانية تماما. انظر، هذا البرج لا يكلف نفسه عناء التفكير قبل أن يتكلم أو يتصرف، لا، إنه ينطلق فقط بوابل من الإهانات والكلمات الجارحة التي يمكن أن تقطع مثل السكين. والشيء المجنون هو أن برج الدلو لا يهتم حتى. تعتقد أنه من الجيد تماماً أن تكون أحمقاً ولا تشعر بالحاجة إلى تحسين السلوك أو التخفيف من حدة لغتك الحارة يا عزيزي الدلو؟ نعم، لا عجب أن الناس يمنحون هذا البرج رصيفاً واسعاً ويفضلون الابتعاد عنه. يمكن أن يكون لدى مواليد هذا البرج أحياناً طابع بارد وهجومي، وبسبب هاتين الصفتين قد ينطقون بأشياء مهينة وجارحة تماماً دون أن يدركوا ذلك، كما إنهم يستمتعون بإثارة الأمور والتمادي في تحدي الآخرين من أجل المرح فقط. كما إن مواليد برج الدلو يمتازون بسخريتهم التي يجدها الكثيرون أنها مهينة للغاية. في معظم الأوقات لا يحاول مواليد الدلو إهانة الناس عن عمد، وعندما يحدث ذلك فإنهم عادة ما يشعرون بالارتباك بشأنه. اكتب لي في خانة التعليقات أسفل الفيديو إلى أي برج من الأبراج تنتمي أنت، وما رأيك في هذه القائمة؟ هل هي واقعية بالفعل أم أنها مجرد خزعبلات؟ لا تنسى أيضا أن هذا الفيديو فقط على سبيل التسلية والترفيه، وأن علم الغيب عند الله وحده.